شكل الوضع الصحي والبيئي الناتج عن حرق العجلات المطاطية بأفران الجير بعدد من دواوير جماعة ولاد سلمان محور احتجاج وسخط الساكنة جراء الانعكاسات الخطيرة التي يتسبب فيها حرق العجلات بأفران الجير والتي يتجاوز عددها 20 فرنا تعتمد على العجلات المطاطية في أعداد الجير. واستنادا إلى دراسات علمية، فإن حرق العجلات المطاطية يفرز غازات سامة تساهم في ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض السرطان والجهاز التنفسي والكبد والكلي، كما تهدد هذه الأفران التقليدية سلامة المحيط والطبيعة وتمثل خطرا حقيقيا على شريحة واسعة من المواطنين. أنا كندوي على هذا الشيء ديال الفرينات الجير، كيديروا هذا الشيء ديال البنوق، هلكونا بالبنوق، كنديروا الرابوز، كنشروا الرابوز ب 3700، لا غلة لا زيتون لا كرم لا والو. واحد الوالدة مسكينة مريضة ديما كتغوت على البنوات، كل شيء مرض، دراري صغار، عيالات، زيتون، رقان، كرام، تلودنا بزاف مدة 40 عام هما كيديروا البنوات، عينا معاهم، عينا ما نقولوا لهم ودي حيدوا علينا البنوك، والو واش بغي حيدوا علينا البنوك، ما خلينا مشينا للقايد، ما خلينا مشينا للبريكاد، ما خلينا لمن مشينا، والو ما بغي يديروا معنا حتى حل هاد الناس، وحنا راه مضر هاد البنوك، مضر علينا بزاف، عينا ما نهضروا، عينا ما نقولوا لهم البنو ما خدامش، ديروا الفرينات وديروا الجير، ديروا الفيطور، ديروا الرطم، وين هاد الناس ما بغي يديروش هاد الشيء. كيجي هذا الشيء اقتصادي، كيديروا البنوات تهلكونا، كيحرقوا هذا الشيء ديال البنو وهذا الشيء ديال الجير، ديما الفرينات شاعلين نهار على نهار، والدراري كل شيء لا كبير ولا صغير كل شيء مريض، كل شيء مخنوق، كل شيء الحساسيه، كل شيء كره فوق 20 فرينه ولا. المهم غنتكلموا على الموضوع ديال استعمال العجلات المطاطيه في افران ديال الجير. هاد الافران ديال الجير معروفه هنا في هذه المنطقه ديال دوار شراقه ودوار الدعاكره، معروف انه هذا نشاط يعني ديال الساكنه، ولكن مؤخرا ولاو يعني ما بقاوش كيستعملوا دوك المواد الطبيعيه اللي هي الرطام والفيطور، ولاو كيستعملوا البنوات. علاش كيستعملوا البنوات؟ لانه البنوات كطيح شويه من التكلفه ديال انتاج ديال الزير، وهاد يعني هاد الاستعمال ديال البنوات عنده واحد التاثيرات كبيره، تاثيرات كبيره على البيئه وعلى الصحه ديال المواطنين، لانه دابا الناس تقريبا اغلبيتهم ولاو كيستعملوا داك الرابوز ديال الضيقار وليدات الصغار، ويعني راه معروف انه التاثيرات ديال هاد الاحتراق ديال المطاط هو احتراق كيكون غير كامل. هو انه هاد الناس حنا راه ماشي ضدهم انه ما يديروش الجير، ولا هذا الجير يدار ونشاط يعني اللي يعني عندهم مدخول ديالهم ومحتاجوا يعني السوق كيستعملوه في هادشي ديال الكواره ديال الدجاج، ولكن حنا كنقول لهم ودي ديروا الفرينات، ولكن هاد البنوات راه ما خصهمش ديروهم. علاش؟ لانه يعني عندهم تاثير يعني سلبي على الصحه ديالهم هما اولا وعلى المحيط ديالهم. المتضررون دعوا السلطات المحليه الى الاستيقاظ من نومها وتواطؤها مع اصحاب الافرنه، داعين الى اتخاذ اجراءات عاجله لايقاف الاثار الخطيره والسلبيه لهذه الافران على حياه الافراد وسلامه المحيط، مع المطالبه وفي ظل تدهور الوضع البيئي الى الوقف الفوري على استعمال العجلات المطاطيه والمواد البلاستيكية كمحروقات، إلى جانب تشديد المراقبة الأمنية على نقل العجلات المطاطية لأصحاب الأفران. تحرك السلطات المحلية من قائد المنطقة والدرك الملكي أصبح أمرا ملحا ومستعجلا في ظل تنامي أفرنة الجير الغير مرخصة والاقتصار على الاستعانة بالعجلات المطاطية في عملها لترسم مشاهد ارتفاع الأدخنة ووصولها إلى تجمعات سكنية بعيدة، أمر تطرح معه علامات استفهام حول مدى وجود سلطة تسهر على سلامة وصحة المواطنين وتوقف التسيب في واضحة النهار. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.